ومخالفين لو لا؟ والله ما اعرف اني ها ما تعرف زين اتصلنا علي عندك تليفونه؟ تليفوني يمه يمه نصيحه؟ اي صح لنا اياه. هذه المخالفه ايضا ما اعرف هم اكو شخصين بالمركبه، بالامكان اذا انت مستعجل على شغله خلي هو يقود المركبه بين ما انت تنزل تكمل شغلتك وتجي، لكن هل من المعقول؟ طبعا هذا سبب الزخم دائما ما يكون سببه موضوع جدا مهم، هو عدم احساس بالمسؤوليه. احنا اكو المفروض مسؤوليه تضامنيه، سائق المركبه مثل ما تطلب من عندنا نساعدك ونسهل امرك في حال تواجدك بالشارع لحالة إنسانية، تريد صيدلية، عندك شغلة، بالإمكان تتوقف تأخذها وتروح، بس مو معناها أنه أنت تركن المركبة وإحنا في حال حاسبنا راح نكون إحنا الخطأ. أني أتمنى من إخوان عليكم السلام. تفضل روحك رياضية. طبعاً برأيك مخالف لو لا؟ والله حقيقة علمية نحكي. إيه شبه تمام. الشبه من ناخذك للقاطع تعرف شنو الشبه. المفروض انت كسائق مركبه واكيد عندك اجازه، انا متاكده صح لو انا غلطانه؟ عندك اجازه؟ انا اعلام ومدير قناه نفس الوقت على راسي. اي بالعكس، لعد انت المفروض قدوه. أكيد. انت تساعدنا اكيد. لا مو يعني قبلي كانت طابقه اصلا سيارات، فانا لهذا الاساس انا طبقت وراهم، عرفتي؟ لهذا الاساس انت طبقت الساعد الثاني. لان ما دا يخلون سؤال. المفروض احنا المفروض اذا انتم بس هسه لا تناقش وياي هيك. انا اريد اوصل فكره. أكيد. احنا غايتنا هو تسهيل حركه السير والمرور، واكيد مثل ما انت عندك واجب انا عندي واجب. اتشرف بيك. لكن مجرد وجود الشخص مسار ثاني، ومع العلم اكو شخص وياك بالمركبه يقدر هو يستخدم المركبه بين شلون مشكله عندك انت عويصه مشكلتك شلون نحلها. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة. واجبنا هو تسهيل حركة السير أكيد. والمرور، وأكيد توجيهات السيد معالي وزير الداخلية بتسهيل الحركة. أكيد. بس أنا أريد طلب واحد ممكن. نعم. كمواطن يعني. نعم. لا خلي أضيفك شغلة، الحالات الإنسانية إحنا نسعى بمساعدتها، لكن مرات أكو شغلات كلش تعرقل الطريق. أكيد. أنت دا شوف هذا المسار، شوف شلون مجرد وحلو بالموضوع. إحنا إذا واحد شيت الثاني يقول لي انا شفته كيف كيف تتورى، هسه هم اللي وراك بنسالهم ليش طبقتوا؟ شي يجاوبوني؟ انا جدا اعتذر طبعا. تمام. بس انا حاب انشد مناشده واحده فقط. يلا نسمع. البارحه صار حادث. نعم. سير امامي. نعم. اوكي. نعم. الشخص. نعم. يعني توفى. نعم. وما حد قدر يشيله، وانا نعم. بدي انزله على التيك توك او طبعاً. على غير شيء. نعم. فاناشد رئيس الوزراء. نعم. انه الحالات الانسانيه احنا بدنا نقطع الرحمه. نعم. يا رئيس الوزراء احنا بدنا نقطع الرحمه. ضروري 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 انه الشخص اللي يسحب شخص اخر ما يسأل قانونيا. نعم. فاحنا نتمنى من هذا صوتنا يوصل الى رئاسه الوزراء ان ياخذون لنا حل بهذا الشيء. ايه؟ لان البارحه راحت روح على موت ما نقدر نسحب. صحيح. لان بدنا نروح بها 3 ايام واربع ايام وفصل عشائري وهذا الشيء. هسه انت راح تناشدنا لان احنا راح ناخذك نقطع لك وصل. توكل على الله. هالمره سمعت. يلا توكل على الله. يلا. طبعا كل شخص يتحمل مسؤولية مخالفته. يعني أنا في حالة أشوف شخص مخالف إذا ركنت وراه مو معناها أنه أنا راح تنعفي عني المخالفة أو ما راح أتغرم. أخوان الشخص اللي خالف لو مين سيارة أمامه مخالفه، كل شخص يتحمل مسؤولية مخالفته. نتمنى التعاون ونتمنى أنه يكون الالتزام بقانون المرور على مود تجنب نفسك المخالفة القانونية.